أربعة أعوام على اختطافه وتغييبه عن الساحة الوطنية والمشهد السياسي، لكن الأستاذ محمد قحطان ما زال حاضرا بكل حيوية وكاريزما في قلب المشهد، لأنه فكرة ومشروع ورمز. تحل الذكرى الرابعة فتتأكد في ذاكرة اليمنيين وودانهم العام واحدة من تمايزات التاريخ وتجليات الحضور لشخصية قحطان الذي غيبته الميليشيا الحوثية فحضر أكثر وأكثف. ثم اعتراف سالف وضعته الميليشيا التي طالما أنكرت مكان ووجود الأستاذ قحطان على طاولة مراوغاتها في مفاوضات السويد ووثائق النيابة والقضاء. لم يكن هذا الاعتراف سوى مكر حوثي آخر في سياق الجريمة والقضية، ففي حين سريان اتفاقات الإفراج عن الأسرى والمختطفين ووفق محددات اتفاق السويد والاجتماعات الخاصة المعنية بهذا الملف الإنساني في العاصمة الأردنية عمان، كانت الميليشيا تعتدي على منزل السياسي المختطف في جريمة تضاف إلى جرائمها ضد قحطان الإنسان. اتسم الأستاذ قحطان في مسارات تاريخه السياسي ومواقفه الوطنية بالوضوح والعقلانية والقدرة على هندسة التوافقات السياسية ولملمة خيوط المعارضة في إطار تتكتل فيه الرؤى وتتوحد فيه الأهداف والمواقف وأطر الممارسة السياسية والنضال الوطني السلمي. اليوم أو غدا ستدرك الميليشيات الانقلابية الحوثية أن اختطافها للأستاذ محمد قحطان هو أغبى جريمة اقترفتها في سلسلة جرائمها ضد الإنسانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان اليمني وكرامته.